الجمعة اللي فاتت من 4 أيام في هيئة الإذاعة البريطانية التلفزيون الإنجليزي عامل برنامج عن اليمن اللي هي البي بي سي، وبعدين راحوا شاتمين جمال عبد الناصر بألفاظ بذيئة. احنا كانوا زمان بيجيبوا مركب هنا يهزوا الحكومة، النهارده ما يشتمونا نقدر نضربهم بالجزمة كمان ونشتمهم من أكبر واحد لأقل واحد. جابوا الأساطيل، حصل إيه؟ جابوا الأساطيل هنا بورسعيد هزموهم. هل الأساطيل نفعت معانا سنة 56؟ ولا بتوع المظلات صرفوا 100 مليون جنيه وطلعوا بحسرتهم، طلعوا بخيبتهم. النهارده ما قدامهمش الا انهم يشتمونا، والله ما بيشتمونا بنشعر ان احنا ناس مهمين. بقى كان زمان جريده التايم لما تتكلم كلمه يسقط رئيس وزراء المملكه المصريه. النهارده اما بيشتمونا، طب ما احنا نقدر نشتمهم. واحنا جريدنا ما تقدرش تشتم ملكه بريطانيا ولا رئيس وزراء بريطانيا؟ ممكن قوي. ما انتوا شتمتوهم هنا، كتبت لهم ايه على الحيطه في بورسعيد؟ احنا فاكرين الكلام ده، بنجيب لهم الكلام اللي على الحيطه ونطلعه لهم. قلت لهم يور كينج ايه؟ فاحنا ممكن يعني اذا كان الموضوع اباحه يعني، لكن ايه؟ احنا بنشعر بان احنا اقوياء، بنشعر ان الدنيا اتغيرت. اما بتطلع الاذاعه البريطانيه وبتقول ان جمال عبد الناصر كلب مثلا زي ما قالوا، بنقول لهم وانتوا ولاد 60 كلب. وبعدين بنقول والله ده احنا بقينا كويسين قوي. كان زمان جريده التايمز تكتب كلمه يسقط رئيس وزراء ورئيس وزراء مصر، النهارده بورسعيد سقطت رئيس وزراء بريطانيا. الدنيا اتقلبت، الدنيا اتغيرت. يشتموا زي ما يشتموا، ما بيهمناش الدول اللي بقت دول من الدرجه الثالثه تشتم زي ما تشتم. تشتم زي اللي من الدرجه الثالثه عندها ايه غير الشتيمه؟ وبعدين احنا ما ردناش عليهم الشتيمه في الجرايد، بس بنقول لهم ان احنا بنقدر نشتم اكبر راس عندهم وتاني راس عندهم وتالت راس عندهم ولا يهمنا، ولكن بنبص لهم برثاء وبنبص لهم باحتقار وبنقول ادي خيبه الاستعمار. السنه اللي فاتت كان فرحان، السنه دي بيشتم وبيقول جمال عبد الناصر كذا وكذا والشعب المصري كذا وكذا واليمن كذا وكذا والسلال كذا وكذا وكويس. والسنة الجاية هيشتموا ويفضلوا يبقوا دولة من الدرجة الرابعة واللي بعدها دولة من الدرجة الخامسة، ونقعد احنا هنا نتفرج عليهم.